برحب بيك طبعا كابتن الكبير كابتن اسلام الشاطر، وكل التحيه طبعا للنقد الرياضي الكبير استاذ عصام شلتوت. يوم رائع الحقيقه كابتن اسلام، ومميز جدا، ووعي كبير لكل اعضاء الجمعيه العموميه. يمكن الحقيقه كنت متواجد كابتن اسلام وشفت الحاله الكبيره وحب الاعضاء النادي الاهلي للنادي الاهلي الكبير، الاداره التنفيذيه ومجهودها الكبير للتنسيق التنظيم، كل الامور دي الحقيقه نجحت اليوم بشكل كبير جدا. لكن بناكد على وعي اعضاء الجمعيه العموميه، اكدنا وقلنا كابتن هيثم 22000 الحضور بالنسبه طبعا للفرز، فرز مستمر طبعا. لكن انا بقول لك حاجه طبعا، من خلال اسئلتنا ومن خلال تجولنا بشكل مستمر داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره وداخل الخيمه تحديدا، يعني المؤشرات يا كابتن اسلام بتقول نجاح القائمه بالكامل. احنا حتى الان 75 او 80 صندوق فرز حتى هذه اللحظه، بتدي مؤشرات كبيره جدا، وده اللي احنا بنحاول طبعا من الساده المستشارين ومن ايضا كمان من كل المندوبين اللي متواجدين داخل الخيمه، نجاح القائمه بالكامل. الاعداد مميزه جدا، لسه كمان الفرز مستمر، ولسه كمان الاصوات ممكن تزيد عن كده، لكن المؤشرات المبدئيه يا كابتن اسلام بتدل على نجاح القائمه بالكامل، وهي قائمه الكابتن محمود الخطيب. يوم رائع ومميز جدا، لكن لسه كمان يا كابتن اسلام الفرز مستمر. اللجنه القضائيه الحقيقه قايمه بدور كبير جدا، كل العاملين اللي متواجدين داخل الخيمه بيأدوا دور رائع ومميز جدا، الكل في حب النادي الاهلي. النهارده الكل كان نازل عشان خاطر النادي الاهلي، الناس تحملت على نفسها بشكل كبير. 22000 يا كابتن اسلام مع الكورونا مع كوفيد 19 ومع حرص الناس مقارنه بالانتخابات الماضيه، لا ده رقم هايل ورقم رائع جدا لكل اعضاء الجمعيه العموميه اللي شاركوا النهارده وتواجدوا منذ الساعه الثامنة صباحا. لكن مستنيين كمان طبعا الساعات القادمه، هتدينا طبعا ارقام بقى صحيحه وهتدينا مؤشرات اكبر من كده، لكن من خلال كابتن اسلام ومن خلال شاشه قناه النادي الاهلي المؤشرات المبدئيه الاولى تدل على نجاح القائمه بالكامل، وهي قائمه الكابتن محمود الخطيب. لكن القرار النهائي طبعا والرقم النهائي منتظرين طبعا من القامات القضائيه الكبيره اللي بتبذل مجهود كبير جدا، اللي وجهنا لهم كل التحيه والتقدير على انكار الذات الكبير وتحملهم طبعا من امس متواجدين يا كابتن اسلام، مجهود كبير للجميع الحقيقه النهارده في حب النادي الاهلي. وبتاكيد يا كابتن اسلام بقى الساعات القادمه هنكون مستمرين مع جمهورنا العظيم. ننقل لحظه ولحظه يا كابتن اسلام. من المتوقع ان تنتهي، او متى من المتوقع ان تنتهي عمليه الفرز؟ يعني الكل هنا بيشتغل على قدم الوصاية يا كابتن اسلام، انت عارف طبعا العدد 22 هو مش كبير طبعا مقارنه بالعدد اللي فات، لكن نقدر نقول في خلال ساعتين او ثلاث ساعات نقدر نوصل لمرحله كبيره جدا من عدد الصناديق. تتبقى يمكن اقل من 10 او 15 صندوق، ده اللي احنا بنسمعه طبعا، يعني ساعتين ثلاثه بالكثير قوي نقدر ان احنا نحسم هذا الامر لكل اعضاء الجمعيه العموميه اللي منتظره تسمع الارقام وتسمع التصويت وتسمع كل الامور دي من خلال كابتن اسلام ومن خلال شاشه قناه النادي الاهلي. انا بشكرك يا كريم، شكرا جزيلا. الحقيقه كل الناس النهارده تعبانه جدا يا استاذ عصام من الصبح لخدمه اعضاء الجمعيه العموميه النادي الاهلي من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، ونقل كل ما يحدث داخل النادي الاهلي او مقر الجزيره في